طوليش. بسم الله الرحمن الرحيم. كنبلغكم على واحد الطفلة صغيرة في أيام المقاومة. الطفلة هي الأخت هي اللي كانت عندها عامين، كان اسمها زينب. وكانت الوالدة ملي كيخرجوا للمظاهرات كتكون هي كتحمس الناس ولو الصغر ديال السن ديالها. ومن جملة الأغاني الأساتذة غيكونوا يعقلوا على الأغاني ديال الصوت، صوت يا الشيفور بن يوسف ماجي بالفور. واش باقي كتفكروا هاد الأغاني؟ ويا البغدادي شتي هادي ما شتي هادي. وبزاف ديال الأغاني الصغيرة اللي كانت كتقولها هاد الطفلة الصغيرة اللي عندها عامين. وللأسف هي مناضلة ولكن ما عرفها حد. أرجوكم فضلا. كنتمنى شوية الاهتمام لأن هاد الطفلة من حقها يعرفوها المقاومة. المقاومة عندها عامين سنتين. وكانت من الناس الوالده ديالي كيخرجوا وكتهزها كدير لها واحد المشاور هنا كتقبطوا ليها كتهزها داك المشاور وكتقول صوت يا الشيفور بن يوسف ماجي بالفور بن يوسف بالسماء وغينزلوا بسلام. هادو واحد الاغاني صغيره اللي خصها توثق في الاذاعه والتلفزيون وان شاء الله غادي نجمعهم وغادي نوثقهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعندي بعض الصور ديال المقاومين قدام كان ولدي باقي صغير كنلقاهم مرميين شي ناس ما كيفكروش في القيمه ديال الصوره اللي هي ثوره فكريه. ناضوا هذوك الناس اللي عندهم هذوك الصور ديال المقاومه لاحوهم وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نجمعهم وغادي نوريهم للاساتذه. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا استاذه، مرحبا بك. على بيد ما كنوجدوا واحد